الرحلة ابتدت والطريق مرسوم بكل وجهات عينا. بين هالممرات نهندس طموحنا ونعيشه، لأن ضرائب الأحلام مدفوعة بشغفنا ومحسوبة بسعينا. نتعلم سبيل تحقيقها ونكتسب تجربة تشبهنا. بهالزوايا الرحبة ارتبطنا وتبرمجنا على كل تفاصيلها، انولدت منها لغتنا الخاصة مع أصحابنا وكل من حولنا. قوانين نألفها نفهمها تلهمنا نواصل السعي ونلاحق أحلامنا لصالح نفسنا ولأجل كل شخص آمن بقدرتنا وفي هالمكان اللي أخرج أفضل ما فينا.